اريدها تكون ليله ما تنسي. يعني مو هذا الشيء اللي خلاك تحبني؟ راح اموت وينهجم بيتي وهذا الموضوع ما فاضل. وبعدين مو كل زواج لازم بيه مصلحه لكم. انا اريدك تخابر الشرطه. ما حشيشه ماريوانا 01. انا خايفه هذول ما عندهم رحمه. اعرف ناس يوقفوك ورا الشمس. والله نسحنا بنص الشارع واخلي عبره اللي بنعتبر. اريد كل شيء تم على النظيف. بدا يصير هذا اعلان حرب على بيت الغانم. شنو هذا بدا يصير بينا؟ سيف راح سامحنا كلنا. البنيه ماتت ولقينا جثث، يعني جريمه قتل. اذا ما يطلعوني باسرع وقت راح اعترف عليهم كلهم. افتهمت؟ الفقر دائما يقول كونوا حاقدين باغضين كارهين. الحرب كلش كبيرة علينا وحيروح بالهوى كل اللي بنيته. تقصد اللي بنيناه؟ اكرهوا 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 اكرهوا. كوابيسك اللي تلاحقه انت سببه. اكو اشياء قاعد تتوضح مع الوقت. لم تشلب بيج ولا همك. وانت دخلتي بصراعات ما لش علاقه بيها اصلا. مثل السوسه دخلت تريد تهدي كل اللي انا بنيته. انت جاي تسويناه. انا قلت لك اللي عندي. يعني انت هيك تتخيل كل من يعني سكن بشارع الاميرات دخل الجنه؟ شارع الاميرات 7 تموز.